عموما هو عبارة عن تقسيم داخل المشروع، تمام؟ حتى أنت تتحكم بالمشروع بشكل أفضل. مين بيحب البيتزا؟ كلنا. شايف بس واحد وأنا اثنين صرنا. كلنا بنحب البيتزا؟ ما لكم مستحيل. مين بيحب البيتزا كثير؟ قلت كثير لو طيب لو انت اشتريت قطعه بيتزا او بيتزا كامله كيف بدك تاكلها؟ هل حتاخذها هيك تمسكها وتاكلها مره واحده؟ طبعا لا. هل ممكن ناكلها مره واحده؟ يمكن لو شخص بتعرف تهتمه شوي هيك طبقها وبعدين شرها في فمك وبعدين كلها ممكن صح؟ بس ايش راح يصير فيه؟ تلفها وبعدين تحطها كلها في فمك مره واحده ممكن بس ايش راح يصير؟ غالبا راح تختنق صح؟ صح. فما في عندك كنترول عليها. نفس الفكره في المشروع جزء. انا لازم اجزءه او مش لازم بس مرات بفضل اجزءه الى اطوار بحيث يكون عندي انا تحكم افضل في كل انواع في كل عناصر المشروع. الانشطه الريسورسز اللي هم الموارد حتى الميزانيه والاشياء هاي كلها المخاطر ركز بس انا على القطعه هاي بشكل تفصيلي والقطع الثانيه لما تقترب مثلا ممكن ابدا اركز عليها وهكذا.